124 123 حاجه زي كده يعني. 124 123 ده عارف رقم الايه يا جدعان هات التليفون. ابدوا عرف لنا رقم الايه. تمام هو كده عبد ممكن نقول عليه معجزه التكاتك. بس يا جماعه بامانه ربنا عبد يستاهل يطلع ترند على الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والله العظيم حاجه تشرف مصر بحالها لما نتعرف بيك. اسمع عبد الرحمن ان شاء الله. عبد الرحمن طبعا عبد بتسوق تكاتك من امتى؟ بقالي 10 سنين. 10 سنين بيسوق تكاتك. على فكره هو اقل حاجه اتقالت لنا في الحلقه ان هو بيسوق تكاتك 7 ما شاء الله كله 10 10 10 ما شاء الله. طيب دلوقتي يا عبدو انت بتشغل بقى ايه على يعني انت دلوقتي معكش سماعات او معاك سماعات صغيره؟ معكش سماعات لسه ان شاء الله احط سماعه بس باذن الله يعني عن اول ما نحط سماعه اشغل قران اكيد بإذن اكيد كان عندك قبل كده سماعات وكده كنت بتشغل قران ولا اغاني بقى؟ لا والله كنت بشغل قران يعني الحمد لله. يعني بنسبه قد ايه بتشغل قران؟ بنسبه 50% ولا 60 ولا 70؟ لا بنسبه 90% 90% 10 10% اصلا. عبده انت ازهري صح؟ اه ان شاء الله ما شاء الله عليك. طيب عبده دلوقتي هنقول لك ايتين تمام هسالك هم سوره ايه ما عرفتهمش او مثلا كملهم ممكن تعرفهم تكملهم او ممكن تعرفهم هم سوره ايه ما عرفتهمش برده هنقولهم مع بعضنا ونفسرهم مع بعض ده. احنا لازم اصلا نفسرهم مع بعض مش لازم نسالوك ولا كلام من ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. ما شاء الله عليك يا عبدو ما شاء الله عليك عبدو يا جدعان حافظ آيات من سورة إيه بقى؟ من سورة طه. ما شاء الله تبارك الله يا جدعان أول واحد في الحلقة النهارده طول النهار بنصور اول واحد يجاوب معانا ما شاء الله سورة طه. ربنا يبارك فيك يا عبد الله. لا يا اخي مش للدرجه دي. يعرف اي رقم كام كده؟ هي 124 123 حاجه زي كده يعني. 124 123 ده عارف رقم الايه يا جدعان هات التليفون. ما شاء الله هات التليفون. ها ما شاء الله او 123 هي 124 لا 124 124 ثواني 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 ثواني. طيب آية 124 أيوة يا جدعان عرف الآية رقم كام؟ يعني عبده ما شاء الله عليه عرف الآية رقم كام؟ الآية رقم 124 أهي مش مهم مش مهم على اللي بنحطها في المونتاج. الآية رقم 124 ربنا يبارك فيك يا عبده. طب بعد ما عبده عرف لنا رقم الآية تمام هو كده عبده ممكن نقول عليه معجزة التكاتك. معجزة التكاتك ده احنا كنا مصورين مع اصغر سواق توك توك في العالم ده معجزه التكاتك. الراجل ده بيقول لك انا ممكن اعرف اي رقم ايه بسم الله ما شاء الله حتى لو ما اعرفهاش ممكن يعرف وممكن ما يعرفش بس كله ان هو يعرف واحده ده شيء جميل جدا. يعني دلوقتي عايزينك بس تقول لنا ايه كده مثلا تكملها وتقول لنا الرقم بتاعها كام. اي ايه تختارها انت تمام يعني زي ايه مثلا؟ ايه الكرسي؟ يلا ايه الكرسي قولها. طيب الاول الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك والله العظيم انت تستاهل كنوز الدنيا اقسم بالله. دلوقتي دي رقم كام بقى حاول تجمع معانا كده؟ هي 255 255 انك اصلا تقول 200 حاجه و50 ده في حد ذاته شيء صعب يعني انت فاهمني. بس نشوفه كده مع بعض يا جدعان برده سورة البقرة واللي ده اهي بالظبط يا جدعان الايه 255 تمام. ربنا يبارك فيك ويزيدك والله يا عبده احنا مش هنعطلك اكتر من كده. بس يا جماعه بامانه ربنا عبده يستاهل يطلع ترند على الفيسبوك والتيك توك واليوتيوب والله العظيم حاجه تشرف مصر بحالها لما يكون واحد ما شاء الله عليه موهبه جميله زي دي كده ومحدش واخد باله منه وما شاء الله هو الراجل يعني بيركب توك توك كل طول النهار حد بيركب معاه ومش واخد باله ان الراجل ده ما شاء الله عليه حامل كتاب ربنا اعظم حاجه ربنا عملها في الكون دلوقتي موجوده على الكون هو كتاب ربنا. ربنا يبارك فيك يا عبده وربنا يزيدك. انت كده كسبت معانا فلاشه كده ميموري شغاله قران تكون مليانه شغاله قران وان شاء الله ربنا يكرمك بالسماعات تمام. وانت تستاهل اصلا كل حاجه دي حاجه قليله في حقك والله. الله يخليك حبيبي عبد ربنا حبيبي الله يخليك حبيبي عبد ربنا يزيدك يا باشا حبيبي.